نسب الحرية مثبت على قاعدة طولها 50 متراً، وهو عبارة عن سجل مصور رسمه ونحته الفنان العراقي جواد سليم الذي توفي في الأيام الأخيرة من كانون الثاني يناير عام 1961 نتيجة نوبة قلبية بسبب الإجهاد الذي أصابه جراء تنفيذ نصب الحرية الذي أزيح الستار عنه في تموز يوليو عام 1961. نصب الحرية في ساحة التحرير اللي أنشئ على يد المبدع العراقي رحمة الله عليه جواد سليم سنة 1961، طبعا تم افتتاحها في ساحة التحرير تحديدا. نصب يرمز إلى تخليد سيرة العراق عبر من الماضي إلى الحاضر في على شكل منحوتة، طبعاً امتدت من ذلك الوقت إلى امتداد الدولة العراقية. هذا النصب يحوي على 14 رمز أو رمزية تحكي عن تاريخ العراق من مثل ما قلنا من الماضي إلى الحاضر. حاكى الحضارة السومرية البابلية والآشورية برمزيات جميلة معبرة عن المجد العراقي من سالف الأزمان إلى حد الآن.